وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف نائب مدير المركز الإعلامي للقوات الحكومية المقدم صالح القطيبي، مرحبا بك. هل تسمعني؟ حياكم الله. أطلعنا على مستجدات ما يدور في نهم ومدى التقدم، وأين هي القوات الحكومية؟ نعم، هو قال الجيش المقدم اليوم الرابع على التوالي المعارك على مستوى الميليشيات الحوثي الاسلاميه المدعومه من اليمن على امتداد الجبهه الممتده لاكثر من 80 كيلو من تحرير تمكن اطفال الجيش الوطني في ساعات صباح يومنا هذا من تحرير سلسله جبال بخشب في اقصى شمال الجبهه، تم اسرع عدد 13 عنصرا من عناصر الميليشيات وتم قتل اعداد اخرين. واقول بان تحرير هذه السلسله هي المنطقه التي حاولت ميليشيات الحوثي الانقلابي الالتفاف باتجاه ميزان مع اعضاء الجيش الوطني وتسمى تثبيت البنك، حيث تمكن اعضاء الجيش الوطني من قتل اعداد من هذه الكتيبه وعشر اخرين كما لازم البقيه والفرار، كما كتلة قائدها المدعوم جابر المؤيد. نعم، إذا استمرت العمليات العسكرية في جبهة نهم بنفس الوتيرة، ما الذي يمكن أن يتحقق؟ نعم، وإذا ما انتقلنا إلى جبهة نهم، معاك الميليشيات هناك تصوت معاوات الميليشيات الحوثية الإسلامية تسلل إلى موقع أبطال الجيش الوطني في المصاع وقرب جبل الكح، ولقي أعداد منهم فيما تنتظر. نعم سيادة المقدم، كنت سألتك عن إذا استمرت العمليات العسكرية في جبهة نهم بنفس الوتيرة ما الذي يمكن أن يتحقق؟ فقدنا الاتصال بالمقدم صالح القطيبي نائب مدير المركز الإعلامي للقوات الحكومية.